فعلا. طيب زي ما كنا بنتكلم في الجزء الاولاني عن تاريخ النادي الاهلي وربطناه بالحاضر والمستقبل، ولمسنا في جزئيه فريق كره القدم اللي بيستعد للمرحله القادمه وعنده 8 مباريات، الانتصار في الثمان مباريات بيعني 24 نقطه، اذا صداره الدوري، اذا الفوز بالدوري العام، لكن ده بيتطلب زي ما الاستاذ عصام شلتوت اتكلم على شخصيه اللاعبين، دور الجهاز الفني في التوقيت الحالي، والسوفت وير بالطريقه اللي ممكن بها تدار الامور خلال الشهر الأمور القادم. الفنية. الأمور الفنية طبعا بالظبط كده. وإحنا في هذه الفقرة دايما مش معنيين بالجزء الفني اللي هو التفاصيل التكتيك والأمور دي، لا، إحنا بنتكلم في الجزء الإعلامي أو الجزء المهني اللي نشرح بيه للجمهور الأوضاع في التوقيت الحالي. طيب العنوان الثاني، ويمكن ما بين السطور في معاني قد البعض قد يفهمها وقد لا يستوعبها في التوقيت الحالي، لكن أنا عايز الرسالة اللي عايز أوصلها للناس، في قرارات سابقة اتخذت في فترة التسعينات وفي بداية الألفية مع عدد من اللاعبين، وفي الآخر حطت لها هذا العنوان، تظل قيمة قرار النادي الأهلي في قيمته المستقبلية واللي بتتحول بعد فترة لمبدأ بتتوارثه الأجيال. قيمته المستقبلية يعني قيمة هذا القرار اللي اتخذ مثلا بخصوص لاعب ما في فترة مثلا سابقة من 6 شهور، قيمته هنعرفها بعد 10 سنين و20 سنه زي ما حصل مع لعيبه سابقين سواء 2007 او في بدايه التسعينات او حتى في بدايه الالفيه الجديده. فبالتالي قيمه هذا القرار في التوقيت الحالي بيبقى لها مكتسبات او لها ايجابيات وسلبيات. هذا هو شان، يعني زي ما يقولوا مش ضمن المنظومه انك تقول انها مؤسسه تربويه، مؤسسه تضع معايير، مؤسسه تضع ضوابط للحاضر وتستشرق المستقبل. ومن ثم عارف انت الطفل لما يبقى محتاج توجيه او كده عيب او كذا، ما هو ممكن يعيط، لكن لما بيكبر بيرجع هو نفسه اتبنى صح او بقيه الولاد يعرفوا ان العماره كان فيها شقه ربت ولادها صح، المنطقه تعرف ان في عيله ولادها منتظمين فخورين بيهم عيلتهم. ومن ثم لو انت بتتكلم عن فكره المغادره او لاعب او كذا، حتى إذا أردت أن تنصف لاعب، لاحظ بقى هنا فكرة العنف غير المبرر في إلقاء الشائعات والحاجات، هل تختار توقيتات مناسبة أم لا؟ ده إذا كنت أنت من العيلة وحتى عايز تراجع قرار للعيلة، عليك أن تختار التوقيت المناسب أولا. ثانيا وهو الأهم، عندما تتحدث عن احتراف تعامل به لاعب من وجهة نظره كمحترف، فلا يمكن أن يؤسى عليه، لا تخلط بقى الحب بالمصلحة، لأن في نجوم آخرين بيربطوا الاثنين ببعض الحقيقة، بيتنازل عن جزء من مصالحه مقابل جزء من مشاعره، مقابل حبه. عارف أما واحد يقول لك إنني حب يجعلني اللي هو الأمير يتزوج بنت الطيبين الغلابة ماديا يعني، ومن ثم هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية في القلب منها إنها أهلوية، هناك نجوم كثر كانت علامتهم المؤثرة التنازل عن أرقام مقابل هذه الحالة من الحب الجارف، أولا للشعار، ثانيا للجماهير. بالزبط. مش للجماهيرية، للجماهير، لأن جماهير الأهلي الحقيقة سوبر جماهير في حكاية معزتها لمن ينتسبوا لمؤسستهم. جمهور الأهلي كمان يساهم ويشارك يعني بأكثر من النصف في كل ما هو نجاح، لأنه حاضر في الميعاد. في الانتخابات الماضية كان في طابور جمهور وطابور جمعيه عموميه. بالزبط. وكان المدهش ان كل حد في الطابور قصاده طابور الجمعيه بيقول له انا شريكك، انت تدفع اللي مره وقد تكون ارقام يحتاجها وجودك في النادي علشان يقدر يوفر لك اللي جوه، لكن انا عاشق بلا ايه؟ بلا مردود، زي الاغنيه العظيمه بتاعت استاذ عبد الوهاب. وبالتالي من حقي انا اختار معك المستقبل، من حقي ان افرض عليك قائمة محمود الخطيب، ده الجزء اللي كان موجود وقتها. في وقتها. وبالتالي هذه الجماهير تستحق حاجة من الاتنين، إما أن تكون من المحبين وبالتالي هتتنازل عما لا يستطيع الأب أو رب الأسرة أن يوفره لك، أو أنت لا تتبع إلا فكرة أنك محترف 100%. فلا تطلب مني يا عزيزي انه يجي وقت واتعامل معاك بعواطفي، انت لم تجعل مجال للعواطف، بل على العكس تبقى المؤسسه او اللي هي مثلناها بالاب غير قاسيه، يعني كمان ما بتعنفكش ولا بتذبحكش، لكن بتطلب استمرار المسيره.
انا فاكر ان مانويل جوزيه مع عصام الحضري، لان عصام الحضري هي من الناس الناضجه اللي بعد كل ده لا زال يتحدث انه لو طلبني الاهلي ساعود فورا، لانه يشعر انه كان فيه غلطه منه. ده اللي خلاني اضرب بيه المثل. ولذلك انا باخد بقى ايه فكره مانويل جوزيه وقتها مع نجوم كبار، بصوا كده فقال لهم هو وقت ان نطفي شمعه يا شمعه عصام الحضري، وان تهتموا انتم اولا بانفسكم، ثانيا بهذه العظمه اللي هي مين؟ الجماهير المحبه، وصالحكم العام اللي عاوز يروح حتى نحو مصالحه عليه ان يكون لديه قيمه يشعر بوجودها ويقاتل كرويا او رياضيا من اجلها. وبالتالي هو ده لو عايز نتكلم في ملف زي ده، عشان بس ما حدش يحمل على نفسيه حد، عشان ما حدش يطلب من حد بكائيات في وقت الاخر في ضحكات. ليه؟ لانه اختار ما يريد وزياده، وبالتالي يبقى القرار الصحيح من المؤسسه هو ما يقدم للمستقبل ضمانه بالاستمرار على القمه، بالاستمرار مع الكبار وبل على راسهم، اللي هو زي ما حضرتك قلت كده في وقته قد يكون هناك ملتبسات، قد يكون هناك ما يمكن الا تذيعه. شوف الكباره برضه ما بتقولوش ساعتها ده عمل فينا وسوى، لكن قيمته المستقبليه في توارث الاجيال المبادئ برضه، لانه غيره وغيره وغيره هيجوا او هيطلعوا من الناشئين، من ولاد النادي زي ما بيقول، ومن ثم بيسيبوه لما المستقبل يكشف عنه الستار. اي معادله غير كده يعني بصراحه هي يعني تبقى محض اولا افتراء على عمل جيد، ثانيا خلط ما هو مصلحه بما هو حد عاوز المصلحه وكمان الحب. لا، مفيش كله في سله واحده بالتأكيد. طيب المحطات الفاصلة في الدوري العام خلال الفترة القادمة، 8 مباريات متتالية في توقيت قد ينتهي على 20 مايو أو الأسبوع الأخير من شهر مايو إن شاء الله. المحطات القادمة في الدوري شايفها زي وصال كلها مباريات كأس مش 3 نقاط، كلها كل مباريات كأس، مباريات كأس كلها مباريات كأس، لأن الأداء في مباريات الكأس هو أداء هجومي ممتع مثير يستهدف الفوز، يكون بثلاث نقط، يكون بالكأس نفسها، يكون زي ما يكون، لكنها يعني يصح جدا جدا بل 100% ان يطلق عليها مباريات كأس. يعني لو جبت لي جولات الاهلي الباقيه بما انها تحدث في قناه النادي الاهلي، ما اقدرش اقول لك الست ماتشات دول هم دول، لا ولا ماتش هروح مشاور لك كده، ولا ماتش من دول يقبل الاسم على 2. صح، يعني حياه انانيه وطمح حمراء يجب ان تجتاح كل اللاعبين والجهاز الفني. أنانية للفوز بالكل طبعا المباريات. وطمع أحمر يعني جنبا إلى جنب مع المشاهد بقى اللي قلت لحضرتك عليها ألا وهي النهاردة ما علمناه عقب جلسة المشرف على الكرة رئيس النادي، وهو واحد من أهم بل هو الأهم على الإطلاق المواهب ومن لمس كرة القدم، لما يروح ويقول لك لديك حوافز أهو احتراف أهو، ولكن لديك جمهور أهو حب أهو، لديك إدارة جات لك لغاية عندك، يبقى الباقي على الشغيلة على صح. الرجالة ما ينفعش بقى حد يكلمنا في حاجة أقل من الفوز والفوز والفوز، بشرط أن عنوان الفوز يكون أداء ما يقعدش اتنين أهلاوية جنب بعض عمالين يعني طبعا الكل يطلب ستر الله، أنا بقولها كده الحمد لله سترك يا رب يا ساتر، لا 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 مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، أن تسجل من نصف فرصة، أن تقاتل من أجل منع هجمة قبل أن تصل لمنطقة الجزاء، أي عمل غير كده يبقى بصراحة لا شكرا، لا تستحق أن ترتدي هذا الشعار. وأعتقد هم شطار، لكن كمان إذا ما صادف الإدارة بقى اللي هو مدير الفريق كابتن سيد حكم هنا وآخر هناك، بما أننا رايحين على عنوان التحكيم، لا عليه أن يعلن مسبقا كما تعلن كل الأندية سيفيه، تاريخه، مقر إقامته، جاي منين ورايح على فين، لا لابد أن يفتح زاوية الرؤية للإعلام مش بس للجماهير.